هي وسيلة باش تعرف نفسك وتعبر عن نفسك، وسيلة تقربك من الناس وتفتح لك قلوبهم، هي وسيلة تكتشف بها الحياة بطريقة مختلفة. التصوير وسيلة ما هو غاية. عبد الحفيظ شنان 29 سنة، خريج هندسة اتصالات. اخترت مجال مختلف لحياتي، اخترت اني اكون مصور. التصوير بالنسبة لي وسيلة ما هو غاية، غايتي انه نكتشف الحياة بطريقة مختلفة. وستة. تخرجت كمهندس اتصالات. بعد التخرج كان عندي وقت فراغ كبير. واحدة من الأشياء اللي عبيت بها وقت الفراغ كانت ناخذ صور بالبورتاب. بزاف الناس عجبتهم الصور هذه، إعجابهم دفعني أن نتعرف على هذا المجال. شوية شوية بدأت نقرأ هذا المجال، نتعرف عليه أكثر، تعرفت على مصورين، تعرفت على أعمالهم، لحد ما جاء اليوم أصبح هذا المجال الشغف بتاعي. 2008 شريت أول آلة تصوير محترفة. أول صورة لي درتها في مدينة وهران عجبت الناس كتير، وهذه الصورة كانت الانطلاقة الحقيقية. لأني نحب نبين إنسان على حقيقته، أو نبين جزئيات من شخصيته الناس دائما ما يعرفوهاش ولا يتجاهلوها. اخترت لنواغي بلون، بلاك أن وايت. في بلاك أن وايت تختفي الألوان، تختفي زهور الحياة، يختفي هذاك النسق المتساعد الحياة، يبقى غير الشخص، يبقى على حقيقته، يبان الناس تعرفه، تحاول دائما تحس به، تكون أقرب ما يكون له. واعتقد انها تحبنا تعرفه وما عادش يصير هذاك الجزء في شخصيتنا منسي. قبل ما تبحث على الفرصه بتاعتك، اعطي فرصه لنفسك. اعرف شكون انت، اعرف احلامك، عرف رغباتك اللي عايز تحققها في الحياة. خديش فرصة جاتني أنايا وكنت محظوظ، خلتني أتعرف على ناس جدد، فتحت لي أبواب جديدة، وإن شاء الله فرصة راح تجيك أنت. سلام.